مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالقرب من مستشفى موريزكو. دائما كيف ما كتعرفوا كنصوروا مع ناس وكيتصلوا بنا ناس اللي كيعانيوا من الاهمال الطبي هنا في مستشفى موريزكو وكذلك باقي المستشفيات. هذا السيد هذا كذلك اللي حاليا اكثر من شهر تقريبا هو مع الزوجه ديالو، سمح في الخدمه ديالو، سمح في وليداتو اللي خلاهم عند خالتهم باش انه يبقى واقف مع الزوجه ديالو من المدينه الجديده الى هنا العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء، اللي عندها مرض خطير ونادر، يعني اللي ضرب لها المفاصل ديالها، ضرب لها الاعضاء ديال الجسم ديالها، ولحدود الساعه كتعاني من الاهمال الطبي. هو ما مسامحش فيها، قال لك لان عندي مع جوج ديال الوليدات ما غاديش ندوزها وما غاديش نخليها، ولكن للاسف راه ما لقاش جهد ولو انه يحاول انه يقلب، كيقول لي خصك رونديفو ولا راه ما كايناش بلاصه. اكثر من مره نعسوا في الكولوار والسيده مريضه وحالتها صعيبه، فكنتمنوا التدخل يعني العاجل والمستعجل المسؤولي، لان الزوجه ديالو راه في حاله صعيبه، فراه خاصه العنايه ما خاصهاش الاهمال. شنو وقع ديالك من الاول؟ الزوجه ديالي كانت تعاني من المرض، هي بحال اللي كان عندها شي توكال، بحال اللي عندها شي حاجه ضرب لها المفاصل ديالها كامله. فهمتي، جبتها للسبيطار، ما خليتش فين ديتها الاطباء العام، ما خليتش فين ديتها، تحاليل كل شيء تيخرج ليا لورمان. اخر مطاف تعير لي الماء عندها في الجهه اليسريه، جبتها الجديده نعست شهر ديال الليل، حيدوا لها ما قدروش يحيدوا لها داك الماء، جبتها هنا سميتو ميريزكو، دخلوا الانعاش حيدوا لها داك الماء 10 ايام وهي في الانعاش، تدخل نشوفها لا ما تدخلش تشوفها، ما تندخلوش شي واحد الانعاش. مني خرجت مضروبه في ظهرها، دول 23 مشيت 23 ما لقيتش لها البلاصه ديالها، بقيت تندور، صيفطوني ل 20 غش، سير ل 20 غش، ها هما دابا معايا مول لابيلانس، هو سمح لي مسكين فلوس، ديت ل 20 غش جبتها اربعة المرات وحنا مشيو ل 20 غش، والمدير راه في راسه هذا الشيء. ديت 20 غش مني جبتها حتى الصباح وانا بيت نويا في كروار كاري لا شاريو ديال هذاك ومريح انا وياها حتى الصباح، ديتها ثاني 23 شدوها ليا، دابا شهر وهي ناعسه في 23. اليوم جاو عندي قالوا لي ودي السيده راه ما عندهاش مرض السل، ما عندها حتى شي حاجه، عندها مرض لوبيس ولا شنو تيتسمى، مرض باطني. دفعوني سميتو 38، ديت 38، من ديت 38 قال لك سير شد رانديفو. يعني كيبقاو يلعبوا بك، كيبقاو يلعبوا بك، ما كايناش بلاصه ديالها، تيتساشروا الاساسيده، تيديروا الاساسيده، واش هي ناعسه في 23؟ وغنمشي نشد لها رانديفو اخر، فين غندير نشد رانديفو؟ واش غندير عاد ولادها؟ قال لك سير تشد، فين غندير عاد ولادها؟ شنو هي؟ راه غيتأذى المتهم اكثر، الدري عنده 6 سنين، الدري عنده 12 سنه، تيجيو يشوفوا هنا هما تيحطموني انا اكثر. شنو المشكل اللي غدير دابا؟ شنو تنتحر معاهم؟ ما فهمتش شنو ما نقدرش نقول لك شي حاجه. يعني شهر دابا تقريبا، شهر دابا وانا مريح معاها هنا، تنمشي تنبقى معاها هنا، تندير لها ليكوت، انا تندير معاها بزاف د الحوايج. هي تتقول لي شوف اسمح ما تسمحش فيا اخويا، وفي انا هي الله يعمرها دار عمرني غنسمح فيها. وين قادر شي يحكم عندنا ما غندير. انسان شي مساعد لهاد الناس، انا ما باغي حتى شي حاجه منها، انا باغي غير تشاف، انا ما بغيت حتى شي حاجه منها، وخا تمشي تبرك ليا في الدار مع ولادها يشوفوها ما يفقدوش الامان منها، هادشي اللي بغيت انا. مازال صغار؟ الدري عنده 6 سنين والدري عنده 12 سنة، ومريحين بحدهم في الجديدة دابا. أنا مريح دابا عام الخدمة ما خدامش نهائيا، من سبيطار لسبيطار. نعطيك تحاليل كلشي، ما عرفتش 50 تحليلة اللي عندي دابا، اللي في التليفون دابا 50 تحليلة، جوج سكانيرات درتهم من عندي أنا تنتعاون، الدراري صحابي تنعيط لهم تيعاونوني. دابا حاليا ما بغاوش ينعسوا لي في 38، قال لك تجي صحيحة. عاد نعسوها، حنا كانت صحيحة كون ديتها لدارها كاع ما نخليها أنا هنا. ما غنجيبهاش السبيطار. شهر دابا انت سير، انا شهر دابا ما كاينش الحل دابا، كانوا تيعطيوها سميتو، كانوا تيعطيوها الدواء دابا اللي راه بيتها بلا دواء في 23، عطوني الورقه جابوني حتى العشيه، عطوني الورقه قال لك دير 38 غيشدوها منك، من ديتها 38 قال لك سير شد لها رانديفو في 28، تسنى حتى يجي الموعد عاد تمشي تنعس، وانا فين غادي نخليها تما هي الليله غدا يقول لي سير بحالاتك، هزها وسير بحالاتك، فين غندير؟ انا بغيت شي حل من الاساسين، هذا هو المشكل، ما بغيت منهم حتى شي حاجه. الاطباء كثر معاهم، اطباء دار معايا المزيان الاناس الله يعمرها دار، مشى عند الاساسيده هضر معاهم قال لي مودي السيده راه غتجي، قال لي مشات فرا من هذيك الضربه اللي في ظهرها، واش هي انا مضروبه عندي؟ راه مضروبه في الانعاش، اما مضروبهش عندي في الدار، انا راه جات الانعاش عاد ضربت، ودابا تنداويها وجا عندي الطبيب جراحي خرج لي الدواء تمشي نشري، هما عندي محسنين تيصيفطوا لي ادويه، بعدين المره تنطلبهم ماشي حتى محسنين غير صحابنا بحال الكل، خلصوا لي سبالادرا هي في الفرماسيان ديال 20 غوست سولها. دابا حاليا تنمشي عند الناس نعيط لهم صحابي تيخلص لي واحد تيخلص لي دواء، كاين اللي بغيت ناخذ ب 5000 ما تلقاش عندهم تمشي ناخذها، 10 البراوات خديتهم ب 1000 درهم، هما دابا حاليا عندي في التليفون تمشي نتسلفها من هنا تنجيبها، تيقول لك ما كاينش الدواء. انا غنضرب معاه باش ما كان، انا بغيت حتى شي حل يديروه معايا يدخلوا لي، يتعاونوا معايا يدخلوها ل 38
لا كان شي دواء ما يعطيوش ليا هما نمشي نشري ويداويوا. هادشي اللي بغيت انا، ما بغيت حتى شي حاجه. واخا النمره ديالك اخويا اللي بغيت تساعد معاك ولا اللي بغيت. 06 09 80 66 07 06 09 80 66 07 وعندي واحد المشكل ثاني مع السيكيريتي ثاني عند الباب حاليا دابا في هذه العشيه. تميت غادي قال لي تغدى وغنوريك اسير ان شاء الله. انا فيا ما نتخاصم معاه وفيا ما بزاف الحوايج نعرضهم ليه. وين لا انا عندي غرض تنشوف في ولادي لهين مشرشمين وتنشوف فيه ولا كان هو تيمشي لدارو وتينعس يبات ناس. انا تنبات مرون عندي شي حوايج تنقضي. هذا هو المشي. وسميتو مصطفى هو السيكيريتي راه معروف هنا عند الباب هو في الباب كبير. شكرا شكرا لك.